بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التفسير في اللغة هو الكشف والإيضاح، ومنه قوله فسرت الثمرة، فسرت الثمرة قشرها، أي أنه زالت القشرة. والتفسير في الإصطلاح هو الإيضاح والبيان لمعاني الألفاظ، وأكثر ما يطلق التفسير على معاني القرآن، وأصبح إذا أطلق من العام الذي أريد به معنى خاص، فإذا قيل هذا فن التفسير أو باب التفسير يراد به تفسير القرآن، وإلا فالتفسير في اللغة أعم من تفسير كلام الله، فكل كلام وضح وبين وشرح فيقال هذا تفسير. والمقصود بالتفسير هنا شرح بيان حقيقة التوحيد، شرح وبيان حقيقة التوحيد. والتوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا، والمقصود بذلك في الاصطلاح هو جعل العبد ربه واحدا في ربوبيته وأسمائه وصفاته وعبادته. ولا يشكل هذا على قول من يقول إن الله هو واحد قبل توحيد الناس له، فالمقصود بالتوحيد هو جعل العبد ربه واحدا في قلبه وفي جوارحه وفي أفعاله التي يتقرب بها إلى الله، فالمقصود هو توحيد العبد لربه. وإلا فالله عز وجل هو واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في عبادته. والتوحيد إذا أطلق في الاصطلاح يطلق على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الله بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته بأن لا يعتقد أن له شبيها ونظيرا في ذلك، وتوحيد العبادة وهو توحيد الله بأفعال المخلوقين، ويقال توحيد الألوهية باعتبار أن الله عز وجل هو المألوه المعبود، ويقال العبادة باعتبار فعل العبد. وشهادة أن لا إله إلا الله هذا عطف على التوحيد، يعني تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الجملة مشتملة على نفي وإثبات، على نفي الألوهية إلا عن الله تبارك وتعالى، وهذا هو النفي، والإثبات إثباتها لله تبارك وتعالى اعتقادا، يعني يعتقد ذلك بقلبه، وقولا بأن ينطق بلسانه، وامتثالا لذلك بجوارحه بأن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى.
قالوا قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون, أولئك هذا الضمير يرجع إلى المدعوين من دون الله, أي أولئك الذين تدعون وصرفتم لهم العبادة وصرفتم لهم النذور وتوجهتم إليهم بالدعاء, هذا هو حالهم. أولئك الذين يدعون أي بمعنى تدعون من أولئك المخلوقين الذين صرفتم لهم العبادة من دون الله تبارك وتعالى, هذا هو حالهم. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ومعنى هذه الآية أن ما عبدتم من دون الله من المخلوقين هم عباد يتقربون إلى الله ويتنافسون في التقرب إليه, فكيف تصرفون لهم العبادة وهم عباد يعبدون الله ويرجون من الله المغفرة ويتنافسون في عبادته, فكيف عبدتم المعبود, فكيف عبدتم العباد وانصرفتم عن عبادته المعبود. أولئك الذين يدعون, يدعون هنا مشتملة لنوعي الدعاء, دعاء المسألة ودعاء العبادة, فالذين صرفتم لهم العبادة إما بدعائهم وإما بعبادتهم, هذا يسمى دعاء المسألة وهذا يسمى دعاء العبادة. وذكر الدعاء لأنه أعظم العبادات ولأن الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث, ولهذا ذكر أن من صفات هؤلاء المعبودين الذين عبدوا من دون الله أنهم يدعون الله, أي يفتقرون إلى الله ويتضرعون إليه, وهذا مما يدل على فقرهم وعلى حاجتهم لله تبارك وتعالى وعلى أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا, فكيف عبدتموهم من دون الله. أولئك الذين يدعون يبتغون, الابتغاء هو الطلب, أي يطلبون يتوجهون إلى الله عز وجل بحاجتهم, يبتغون إلى ربهم أي يبتغون من ربهم ويتوجهون إلى ربهم في حاجتهم. الوسيلة, الوسيلة في اللغة هي القربة, وسيلة في اللغة هي القربة, وكل ما يتوصل به إلى شيء يقال هو وسيلة لهذا الشيء. والوسيلة في الشرع هو كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من العبادات التي شرع لعباده, فكلها وسائل يتقرب بها العباد إلى الله تبارك وتعالى. ولكن الوسيلة أطلقت في كلام بعض المنحرفين على معنى الشرك, فيعبدون غير الله ويتوجهون لهم بالدعاء والنذور ويقولون ما عبدناهم ولكن نتوسل بعبادتهم إلى الله تبارك وتعالى, كما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه حقيقة العبادة, فإذا تقربتم إليهم بالعبادات ورفعتم إليهم الحاجات توجهتم إليهم بالطلب والدعاء وتفريج الكرب وقضاء الحاجات, هذه هي العبادة, الدعاء هو العبادة. فالوسيلة تطلق على معنى باطن يطلقه المشركون وهو الشرك, يعبدون غير الله يقولون ما عبدناهم ولكن نتقرب إلى الله بمحبة الصالحين ونتوجه إلى الله بالصالحين. ومن الأمور المقررة في الشرع أن الله لم يجعل بينه وبين عباده وسائط في العبادة, وإنما الوسائط في التبليغ. لاحظوا الفرق بين الأمرين, نحن هذا الشرع الذي خطبنا به
هل سمعناه من رب العالمين وخاطبنا الله به فسمعنا كلامه؟ ما سمعناه من الله مباشرة، وإنما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة سمعت من رسول الله، ثم يبلغ من سمع من بعده إلى أن بلغنا. فإذا الوسائط في التبليغ بين الله وبين خلقه، هؤلاء هم الوسائط. وهناك واسطتان، الواسطة الأولى جبريل عليه السلام، وهو واسطة بين ربه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في البلاغ، والواسطة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واسطة بين جبريل المبلغ عن الله والأمة التي بلغها الرسالة. ثم لا يزال العلماء يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الوسائط في ماذا؟ في التبليغ عن الله. وأما العبادة فلم يجعل الله لنا وسائط، بمعنى أن يشرع لنا أن نعبد مخلوقا ويبلغ هذه العبادة لله، أو أن نتوجه إليه بدعاء أو بنذر أو ذبح ونقول بلغ هذه العبادة لله، وإنما يتوجه المخلوقون إلى الله عز وجل، لأن الله سميع بصير، لا يحتاج من يطلعه على شؤون خلقه، هو معهم أينما كانوا، معهم بعلمه، لا كما ادعى من لم يفهم تفسير الآية قال إنه في كل مكان، هذا باطل، بل هو فوق عرشه كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء؟ هو في السماء وهو معنا بعلمه، ومعنا في السماء في العلو فوق العرش، وهو معنا بعلمه بسمعه وبصره بقدرته بتصريفه لشؤون خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية لا في الأرض ولا في السماء، هو معنا بعلمه يسمع ويبصر ويغفر ويرحم ويعذب ويعاقب، مطلع على شؤون خلقه. فلسنا في حاجة إلى وسائط، وإنما ندعو الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الله عز وجل لا يكون عنه خليفة، بل هو الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، لأنه على كل مخلوق شهيد. جاء في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. هو مصاحب للمسافر في سفره، وهو خليفة له في أهله، لأنه مطلع على حال المسافر وعلى حال أهله الذين خلفهم. ولهذا لا يحتاج المخلوق أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. لو كان المخلوق معك في مجلس واحد فالله أسمع لكلامك من هذا المخلوق، وهو أعلم بما في قلبك من المخلوق، والمناجاة يتناجى اثنان في مجلس واحد لا يعلم كلامهما من حضر المجلس، ويعلم الله من فوق عرشه تناجي المتناجي. فإذا العبادة يتوجه بها من الله عز وجل، ولا تصرف العبادة لغير الله، وإنما تصرف لله وهو الذي يجازي عليها، وهو القادر على إجابة عبده. والوسيلة في الشرع تطلق على ثلاثة معاني ولا ثلاثة أقسام: توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وهذه أعظم الوسائل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا
توسل الأنبياء والرسل أكثر توسلهم بالأسماء والصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. توسل إلى الله برحمته، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، هذا توسل إلى الله بعلمه وقدرته. فالقسم الأول من أقسام التوسل التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، توسل إليه بالأسماء والصفات. النوع الثاني التوسل إليه بدعاء الرجل الصالح، وهو أن يطلب من بعض الصالحين في حياتهم أن يدعو له، يقول: يا فلان ادعو لي. هذا لا بأس به وليس بمحرم، ولكن الأفضل هو ترك ذلك، وهو أن لا يسأل المخلوق إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وإن كان سؤال المخلوق أن يدعو لك وأيضا الاستعانة به فيما يقدر عليه جائز، لكن الأفضل والأكمل هو أن يرفع حاجته لله ولا يسأل المخلوقين. ولهذا جاء في حديث 70,000: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من الغير، والرقية من الدعاء، مثل الدعاء كذلك الدعاء يدعون الله مباشرة، يعبدون الله لا يطلبون من المخلوقين. لكن من طلب من مخلوق حي قادر في على أمر يقدر عليه، قال: أعني على كذا أو ادعو الله لي، فإن هذا جائز، ولكن غيره أولى منه. النوع الثالث التوسل إلى الله بعمل صالح، كان يدعو الله يقول: إن كنت تعلم أني فعلت كذا وكذا ابتغاء وجهك فأجبني إلى ما أطلب. وهذا مثل توسل الثلاثة الذين كانوا في طريق وكانوا في كهف، فانقضت صخرة عظيمة وسدت عليهم باب ذلك الكهف، فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. توسل أحدهم ببره لوالديه، والآخر بعفافه، وأنجاهم الله عز وجل. وهذا كما يقول الرجل اليوم: اللهم إن كنت تعلم أني قد حافظت على هذه الصلاة وأديتها مجتهدا فيها، فإن كنت تعلم أني على هذا الأمر فاقضي حاجتي. هذا جائز، لكن هذا يكون لمن وثق بعمله ورأى أنه له عمل يطمئن إليه، فهذا جائز. هذه أنواع التوسل المشروع، وهي التي دلت عليها الأدلة. وأما ما عدا ذلك كالتوسل بجاه الصالحين فإن هذه من البدع، مثل من يقول: اللهم إني أسألك بجاه محمد أو بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن هذا توسل مبتدع، ولا ينبغي أن يفهم أن من ينكر ذلك من أهل العلم أنه ينكر جاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله، بل له جاه ومنزلة عظيمة عند ربه، ومنزلته عند الله عظيمة. ولكن ليس كل ما دلت الأدلة على ثبوت فضله جاز التوسل به. الكعبة
ثبت فضلها على غيرها من الأمكنة، فلا يجوز أن تتوسل بها. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت فضله، فلا يجوز أن تتوسل بجاهه. جبريل ثبت فضله، لا يجوز أن تتوسل بجاهه. إذن التوسل هو بما شرع الله لنا أن نتوسل به، وما شرع لنا أن نتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما التوسل كما قال العلماء هو التوسل إلى الله بمحبته والإيمان به. وهذا يدخل في ماذا؟ في أي نوع من أنواع التوسل؟ في التوسل بالعمل الصالح. يقول الداعي: اللهم إني أسألك بحبي لك وبحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم وبإيماني بك وبإيمان بنبيك صلى الله عليه وسلم أن تقضي لي حاجة. هذا هو التوسل المشروع. أما التوسل بجاهه، جاهه ينفعه هو، ولا يجوز لك أن تتوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بجاه الصالحين، ولا بعمل فلان، وإنما تتوسل إلى الله إما بأسمائه وصفاته، أو بدعاء رجل صالح، أو بعملك الصالح الذي تقربت به إلى الله تبارك وتعالى. ما حكم التوسل بغير مشروع؟ التوسل على قسمين: على دعوة من يدعي أنه توسل، وإلا هو ليس بتوسل، توسل شركي وتوسل بدعي. التوسل الشركي هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله لدعوى أن هذا من التوسل، كمن يصرف العبادة للمخلوق، يدعو المخلوق ويذبح له وينذر له ويقول هذه وسيلتي عند الله، هذا توسل شركي. عبد غير الله، دعا غير الله، ذبح لغير الله، هذا شرك أكبر. ويجب على المسلم أن يكون على حذر شديد، وأن لا يخادع نفسه يظن أن هذه مسألة سهلة وهينة، هذا شرك أكبر. من صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر والموجب للخروج من الدين، والموجب للخلود في نار جهنم والعياذ بالله. النوع الثاني التوسل البدعي، وهذا مثل أن يدعو الله ولكن يتوسل في دعائه إلى الله بغير وسيلة شرعية، كأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا توسل بدعي، ولا نقول أنه شرك. لماذا؟ لأنه دعا الله لكن جعل وسيلة له غير مشروعة، فهذا توسل بدعي. وأما إذا صرف العبادة لغير الله وقال هذا توسل، فهذا هو التوسل الشركي المخرج من الملة. قال: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي الوسيلة الشرعية، وهي ما شرع الله لهم. وهذا فيه بيان حال هؤلاء الذين يدعون من دون الله أنهم يتقربون إلى الله بالعبادة ويتوسلون إلى الله بأعمالهم الصالحة. أيهم أقرب؟ وصفهم الله بصفتين: صفة التقرب إلى الله والذل والخضوع في قوله يدعون يبتغون إلى ربهم، في قول أولئك الذين يدعون، أي يدعو هؤلاء المشركون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذه الصفة الأولى، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي هم يذلون ويخضعون لله ويتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة. فكيف يعبد العبد الذي يتقرب إلى الله
وهو في نفسه فقير إلى الله كيف يدعى من دون الله؟ الصفة الثانية أنهم يتنافسون في العبادة، أيهم أقرب، كل يبذل ما يستطيع من التقرب إلى الله على سبيل التنافس، وهذا التنافس محمود، وهو الذي قال الله فيه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والتنافس المذموم هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال يوشك أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوا فيها كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. فالتنافس في الدنيا مذموم وفي أمر الآخرة ممدوح، لأنه تنافس في أمر الآخرة لا يورث البغضاء والحقد والحسد، لأن فضل الله واسع. تنافسون في الجنة، والجنة تسع الجميع، قصور وأنهار وثمار، ينشئ الله عز وجل لكل عامل بحسب عمله، وليس هناك اعتداء على الحقوق بخلاف الدنيا، فهي كما يقال مهما اتسعت فهي ضيقة، ومهما كثرت فهي قليلة، ولهذا يتنافسون فيها فيهلكون بسببها، كما جاء أن آخر الزمان ينحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه 100 أمير ولا يبقى إلا 2، كل يقول أنا الذي أفوز به. تنافسون على الدنيا يقتتلون عليها، أما هذا التنافس في أمور الآخرة فهو ممدوح، وهو مما يحمل على تقرب إلى الله. ومن المنافسين في أمور الآخرة عمر، كان ينافس أبا بكر منافس الشرعية، كلما رآه فعل شيئا أحب أن يزيد عليه، ثم أذعن بعد ذلك وسلم إنه لا يغلب أبا بكر. وهذا مما يدل على أن التنافس في أمور الآخرة أنه مع وجود هذا التنافس فإنه يصحبه العدل، ويعترف المفضول للفاضل بحقه، وهذا ما يحصل بين الصالحين، ينافس الرجل في الخير ثم يقول والله يحب العدل، فلان أفضل مني، قد قال هذا بعض السلف، قال هذا عمر رضي الله عنه، بخلاف التنافس في الدنيا فإن مبناه على الظلم والبغي والاعتداء ولا يحصل فيه عدل. فالمقصود أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله هم يتقربون إلى الله عز وجل. ومناسبة هذه الآية للترجمة هذا فيه بيان معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، وهو أن التوحيد حق لله، فإنه لا يصرف لمخلوق ولو كان من أفضل الصالحين، فهؤلاء على عظم منزلتهم عند الله، وأنهم يتقربون إلى الله بالوسيلة، يبتغون إلى الله الوسيلة ويتنافسون في التقرب إليه، فإن الله لم يشرع عبادتهم من دونه، بل حرم ذلك وأنكر على من صرف العبادة لهم. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات أن الشرك كله موجب للخروج من الملة، سواء كانت العبادة لنبي صالح، لنبي أو لرجل صالح أو لصنم. فمن عبد الملائكة وعبد الأنبياء والمرسلين وعبد الأصنام كلهم مشركون، ولم تكن عبادة الصالحين مخرجة من الشرك، بل كل من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، لو كانت هذه العبادة لأشرف الخلق لنبينا صلى الله عليه وسلم فهو شرك. ولكن هذا لا يعني مساواة من عبد من دون الله من الصالحين بالأصنام والأحجار، ينبغي التنبه، فهؤلاء الصالحون منزلتهم عند الله عظيمة،
وهم بريئون ممن عبدهم من دون الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وقال علي رضي الله عنه: اللهم إني أبرأ إليك من الغلاة براءة عيسى من النصارى. وقال بعض أهل البيت لبعض من يغلو فيهم: أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام. كلمة عظيمة: أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام. حب الأصنام هو حب المشركين الذين صرفوا العبادة له. يقول: نحن صالحون فأحبون حب الإسلام، محبة في الله، ولا تحبون محبة الأصنام وهي محبة المشركين للأصنام التي عبدوها من دون الله. فلا يغتر العاقل يقول: أنا ما عبدت الأصنام، أنا توجهت إلى رسول الله، هذا النبي الكريم صاحب الجاه والمنزلة العظيمة. كل ذلك حق، نبي كريم صاحب منزلة عظيمة عند الله، سيد ولد آدم، صاحب المقام المحمود وصاحب لواء الحمد، مناقبه عظيمة. لكن هذا لا يبرر أن تصرف العبادة له. وأول من يتبرى من هذا المشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء رجل وقال: يا محمد، ما شاء الله وشئت، عليه الصلاة والسلام. قال: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ انظر لهذا الرجل، مع أنه ما صرف العبادة له، ولكن قال: ما شاء الله وشئت. والله له مشيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة. ولكن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر مشيئته مع مشيئة الله معطوفة على مشيئة الله، وإن كان ولا بد يكون مع التراخي. لثم أما أن تقرن بمشيئة الله فمشيئة الله نافذة، مشيئة العبد قاصرة. قال الله: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. فكيف بمن يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. كيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت هل تظنون أنه يرضى أو يسخط؟ وهذا البيت يرضيه أم يسخطه؟ إذا كنا نحن نغضب نسخط عندما نسمع هذا الشرك، يتقطع قلب المؤمن عندما يسمع هذا البيت، ويأتي بعض المسلمين من ينشده في الموالد ويقول: نحن نعبد الله ونتقرب إلى الله. إذا كان هذا حالنا ونحن ضعاف الإيمان، فكيف برسول الله الذي يتمعر وجهه عندما يعصى الله ولو في صغيرة؟ كيف لو سمع هذا الشرك لكان أعظم الناس غضبا، لأن غيرته على دين الله أعظم من غيرته من بعده، وغضبه على هذا أعظم من غضب من بعده. فلا يخادع العاقل نفسه، يدعي المحبة ويسلك مسالك أخرى. محبة صادقة تقتضي المتابعة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو تفسير التوحيد، وهو أن هؤلاء الخلق على عظم منزلتهم عند الله، وعلى كونهم يتقربون إلى الله يتنافسون في طاعة الله، فإن لا يجوز أن تصرف العبادة لهم. ولهذا قدم المصنف هذه الآية لينبه ابتداء أن الصالحين على فضلهم عند الله لا يجوز أن تصرف العبادة لهم، فكيف بمن دونهم؟ فكيف بالأحجار والأصنام التي لا تملك شيئا من الضر والنفع، وهي جمادات لا تدرك
ولا تعلم بعبادة من عبدها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. نعم. ثم ذكر هذه الآية في خطاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: وإذ قال إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، هذا خطاب الخليل، خطاب خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأقرب الناس إليه، لأبيه ولقومه. لأي شيء خاطبهم؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا معنى لا إله إلا الله، البراءة من كل ما عبد من دون الله، وإخلاص العبادة لله. وهذا الأمر لا يجامل فيه لا كبير ولا صغير، لا قريب ولا بعيد. لو كان المشرك الأب الذي حقه هو أعظم الحقوق بعد حق الله، حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله، ولكن إذا حاد عن التوحيد وأشرك يجب أن تتبرع منه. ولو كان صدر من الأم ومن الأب ومن قريب فيجب البراءة من الشرك. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وهذا القول فيه فائدتان: فائدة الأولى أنهم اعتقدوا البراءة من الشرك وإخلاص التوحيد، والفائدة الثانية أنهم ما اكتفوا بما قام في قلوبهم من إنكار الشرك، بل صدعوا بألسنتهم وصرحوا بالبراءة من الشرك. وهذا الذي يجب على المسلم أن يعتقده بقلبه، أن يبرأ إلى الله من الشرك ويخلص العبادة لله ويصرح بقوله، يبرأ من كل شرك ومن كل عبادة صرفت لغير الله ويخلص العبادة لله. وهذا معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله تبارك وتعالى لأبيه. لاحظوا الخطاب للأب الذي هو أقرب الناس، وهذا مما يدل على قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دينه والصدع بالحق، ولو كان لأبيه الذي هو أولى الناس به. لم يقل إن للأب منزلة لا ينبغي أن يخالف دينه، كما قال بعض الخاسرين: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدوا. الأب أنت مأمور ببره والإحسان إليه، فإذا حاد عن التوحيد يجب أن تتبرأ إلى الله من شركه، ولكن أنت مأمور بدعوته إلى التوحيد، كما كان إبراهيم يدعو أباه للتوحيد: يا أبتي يا أبتي، يتقرب يتودد إليه ويدعوه إلى التوحيد يحذره من الشرك، إلى أن تبين له أنه عدو لله وأنه مشرك تبرأ منه ومن عبادته، لأنه لن ينفعه عند الله. فالإنسان مأمور بأن يدعو أهله للتوحيد وللإسلام، فإن خالفوه في ذلك فانجو بنفسك، لا تهلك مع الهالكين، بل اسعى لإنقاذه من الشرك، فإن لم يستجيب لك فالنجاة النجاة، لن ينفعك يوم القيامة قرب هذا القريب
ولا منزلة الأب ولا الابن ولا الزوجة، كل نفس بما كسبت رهينة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. ما هو هذا الشأن؟ شأن الحساب، لا يلتفت أحد لأحد، وإنما كل مشغول بهم نفسه. فالإنسان يعمل لهذا اليوم ولا يخادع نفسه، يقول كان أبي على كذا، كان علماؤنا على كذا. العلماء لن ينفعوك، والأقارب لن ينفعوك، وأكثر من في الأرض لو اتبعتهم لأضلوك عن سبيل الله كما أخبر الله بذلك. إذن النجاة تكون في ماذا؟ تكون في أن يرجع المسلم إلى هذا القرآن ويحكمه على نفسه. فإذا وجد هذا الخليل في آية من آيات هذا الكتاب يبرأ إلى الله من أبيه لما أشرك، يقتدي بخليل الله الذي أمر الله عز وجل بالتأسي به لأبيه وقومه. القوم هنا يطلقون على الأقارب وعلى من خاطبهم بدعوته، كما يقال قوم موسى وقوم عيسى، أي كل من خاطبهم بدعوته. إنني براء مما تعبدون، إنني براء. البراءة هي السلامة من الشيء، يقال فلان برئ من المرض أي سلم، أي أنا سليم من هذا الشرك وبريء منه ولا أتعلق بشيء منه، وإنما سليم الصدر، سليم في جوارحي، بريء في قلبي، في لساني، في جوارحي، من أن أدخل فيما دخلت فيه من الشرك. يبرأ إلى الله من الشرك كبيره وصغيره. مما تعبدون، لاحظوا مما ودلالتها أنها دلت على كل ما عبد من دون الله، أي من الذي عبدتم، ولم يستثني معبودا دون آخر. ثم استثنى ربه، وهذا فيه دلالة على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، ولهذا استثنى، قال إلا الذي فطرني فأنا بريء من كل من عبدته إلا الذي فطرني. ودخل في عموم ما تعبدون، دخلت الملائكة والرسل والصالحون والأفلاك والأشجار والأحجار والأصنام، دخلت في هذا. هذا هو حقيقة التوحيد، أن يبرأ الرجل من كل ما عبد من دون الله. ثم قال إلا الذي فطرني، أي أنا بريء من كل من عبدتم ومن عبادة كل من عبدتم من دون الله. ثم استثنى ربه، إلا الذي فطرني، وما قال إلا الله ليلفت أنظارهم إلى أن هذه عبادة حق للرب الذي فطرني، أي خلقني وأوجدني. فكما أنه لا شريك له في خلقي وفي إيجادي، فأنا لا أشرك معه غيره في عبادته. تفرد بالخلق فهو مستحق أن يفرد بالعبادة، وهذا هو حقيقة التوحيد. ولهذا كان الشرك من الظلم العظيم، إن الشرك لظلم عظيم، لأن الله يخلق ويعبد غيره، يحسن إليه ويشكر غيره، خيره إليه نازل وشره إليه صاعد، يمدهم بالنعم ويشكرون غيره ويعبدون غيره. ما بهم من نعمة بقدرته وبمشيئته ويسندون هذا إلى المخلوقين، ظلم وبغي وكذب
وتنكر للنعم. ولهذا ليس هناك ظلم أعظم من الشرك، لأن الإنسان لو ظلم إنسان يظلمه في حق من حقوقه، وهذا ليس بشيء بالنسبة للشرك. لكن لو تصورنا وجود رجل يحسن لآخر مدى 60 سنة وهو يقدم له الطعام والشراب واللباس، وزوجه من مرأة صالحة بماله، خطب له وزوجه يتعهده في كل حاجاته، ثم بعد 60 سنة شكر غير هذا المحسن، أي ظلم هذا الآن نستشعره؟ لو واحد منا أحسن لإنسان 2-3 أيام وشكر غير الشعرة بالظلم، كيف برب العالمين الذي إحسانه مثل هذا المحسن الآن الذي ذكرناه؟ هل هذا المحسن أحسن بحوله وقوته؟ إنما أحسن بتقدير الله، فالله عز وجل هو المحسن الأول والآخر على هذا العبد، ولكن هذا واسطة. ومع هذا نستشعر الظلم عندما يشكر غير هذا المحسن، فكيف برب العالمين؟ خلقك نطفة في الرحم وأوجدك ويكلأك بالتوفيق، هداك وأمر الملك عندما كتب الرزق والأجل والشقاوة والسعادة وكتب هذا، وخاصة إذا كان الله عز وجل كتبك في السعداء وأمد لك في الحياة وأمد لك في الرزق، فكيف يشكر بعد ذلك غير الرب المنعم المحسن؟ من الذي يكلأك وأنت في الرحم ويمدك بالغذاء بأمر لا يخطر في عقول البشر، ثم يولد ويلهمك رشدك وتلتقم الثدي وتتغذى على هذا اللبن من ضرع هذه الأم التي جعل فيها حنانا على هذا الصغير؟ من الذي جعل في قلبها هذا الحنان؟ ومن الذي ألهم هذا المولود أن يمتص هذا الثدي؟ ومن الذي رباه بالنعم منذ الصغر إلى أن يشيب رأسه؟ ربك الذي خلقك، كيف تتوجه بالعبادة لغير الله؟ تشكر غير الله؟ ترفع الحاجات لغير الله؟ أوجدك من النعم، أوجدك من العدم، ثم بعد هذا الإيجاد وهذا الإحسان تطلب التوفيق من غيره؟ سبحان الله، ما هناك عقول أضعف من عقول المشركين، ولهذا استحقوا هذه العقوبة العظيمة وهو الخلود في نار جهنم. وهذه العقوبة ممن؟ من رب العالمين الحكيم الذي لا يظلم عباده مثقال ذرة. كيف استحقوا هذه العقوبة؟ استحقوها بعدل الله، بأن حياتهم هذه كلها خلقها الله لعبادته فجعلها في الشرك، صرفوا أنواع العبادة لغير الله، فاستحقوا أن لا يعيشوا حياة سعيدة، وإنما حياة يتجرعون فيها أنواع العذاب وأنواع الألام في نار جهنم. أيضا في هذه الآية كما ذكرنا في الآية السابقة يعني دلالة على الترجمة، وهو فيها وفيها بيان معنى شهادة لا إله إلا الله، وهو البراءة من كل ما عبد من دون الله وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، والتأسي بإبراهيم الخليل الذي تبرأ من أبيه وقومه، فلنا أسوة في خليل الله أن يتبرأ المسلم من كل قريب ومن كل بعيد إذا عبد غير الله، وأن يوالي على عبادة الله أبعد الناس، فيكون ولاءه ومحبته لله ولأولياء الله،
تكون براءته من كل من عبد غير الله ولو كان من أقرب الناس. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى ناخذ المسائل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم هذه في بيان معنى حقيقة الشرك وهو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى وأن التوحيد لا يكون إلا بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك وذلك في قول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي أن هؤلاء الصالحون يتقربون إلى الله وهم مع تقربهم إلى الله بريئون من الشرك فكذلك أنتم إذا أردتم النجاة فأخلصوا العبادة لله ولا تشركوا مع الله أحدا من خلقه ولو كان هذا الشرك كان لبعض هؤلاء الصالحين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم هذا فيه بيان حقيقة البراءة وأن إبراهيم الخليل تبرأ من كل ما عبد من دون الله إلا الذي فطره وأمر الله بالتأسي به فإنه إمام الحنفاء وقدوتهم وكل الأنبياء بعده يتأسون به ونبينا صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هذه قرأناها الآية ما أخذنا أي آية أقول ما أخذنا الآية ما أخذنا أقول نكتفي بالمسألة نتوقف عند هذا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يطلب من فضيلتكم ونحن نطلب معه أيضا يقول حبذا لو خصصتم يوما في آخر الأسبوع لشرح كتاب في الأذكار كصحيح الكلم الطيب وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. إن شاء الله ننظر في الموضوع هذه رغبة بعض الإخوة وإن شاء الله ننظر فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. الإنسان يقول الشرك من أعظم الذنوب كما هو معلوم لدينا بفضل الله ورحمته ولكن أي شرك من هذه الأنواع أعظم وأشد الشرك في الربوبية أم في الألوهية أم في الأسماء والصفات جزاكم الله خيرا. الشرك في الربوبية أشد من الشرك في الألوهية لأن الشرك في الربوبية هو شرك في أفعال الله عز وجل الشرك في أفعال الله أعظم من الشرك في أفعال المخلوقين مثل من يعتقد أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض أعظم ممن يدعو مع الله غيره ولهذا تلاحظون أنه ما ادعى أحد من العقلاء حتى المشركين ما ادعى أحد أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض قال شيخ الإسلام ولم يدعي أحد من البشر أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض في خلق هذا الكون لأن هذا معروف بالعقل معروف بالفطرة فإذا جاء من يشرك بعد ذلك في الربوبية فشركه أقبح من الشرك في الألوهية ولكن كل هذا من الشرك الأكبر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل التوسل بالعمل الصالح
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل التوسل بالعمل الصالح ينقص ثواب العمل؟ وهل يجوز التوسل بعمل صالح واحد أكثر من مرة؟ لا، التوسل لا ينقص ثواب العمل، لأن التوسل من الأعمال الصالحة، فالدعاء والتوسل إلى الله بالعمل الصالح مما شرعه الله لعباده، فإذا توسل إلى الله بعمله الصالح فهذا لا ينقص أجر العمل، ولكن لا يكون إلا لمن وثق بعمله، لأنه إذا كان في العمل ضعف فالتوسل يكون ضعيفا بحسب ضعف العمل، وإذا كان فيه قوة وحرص على العبادة يكون التوسل به أقوى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: للسبعون ألف الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يرتكبوا من الذنوب شيئا؟ ما دل الحديث على هذا، وإنما دل على أنهم على هذه الخصال، ولكن دائما نقول أن هناك لوازم، يعني إذا كان من صفات هؤلاء أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فهؤلاء حري أن يوفقوا، لأن من كان متوكلا على الله لا يلتفت إلى غيره، فهذا يرجى له خير كثير من الله وأن يوفق وأن يعصم من كثير من الذنوب والخطايا، ولكن لم يدل الدليل على أنه لا تكون لهم خطايا، لكن إن كان لهم شيء فإنهم يوفقون للتوبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل سؤال الميت لرفع حاجته إلى الله شرك أكبر؟ وآخر يقول: ما حكم من طلب من الأموات أن يدعو الله له؟ شيخ الإسلام ذكر في بعض كتبه أن هذا من الشرك الأكبر، وفي بعض المواطن قال أن هذا بدعة أو من البدع، والصحيح أن هذا بحسب حال الداعي، فإذا كان يعتقد أن هذا المخلوق أنه يعلم الغيب وأنه يستطيع إجابته فهذا شرك أكبر بلا نزاع، وأما إذا كان يتمسك ببعض الأحاديث والآثار وأن الميت يسمع وأن الشهداء والأنبياء والمرسلون أنهم يسمعون خطاب من يخاطبه ويتمسك ببعض النصوص، فإن هذا لا يصل لحد الشرك، لكنه مخطئ في كلامه وفي مخاطبته للأموات، لكنه متأول متمسك ببعض يعني ما يظن أنه حق، ولم يشرع له أن يدعوه ولا أن يخاطبهم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم ما يعرف أن أحدا منهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وسأله واستفتاه أو طلب منه أن يشفع له، بل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر يقول: إنا كنا نستسقي بنبينا وإنا اليوم نستسقي بعم نبينا، فلو كان هذا من المشروع ما عدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما مات عرفوا أنه لا يستغيث لهم فطلبوا من العباس من عمه أن يستغيث لهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نقول إن آدم خليفة الله في الأرض؟ لا يجوز هذا، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وفي منهاج السنة أظنه في المجلد الرابع، وذكر أنه لا يجوز أن يقال أن الإنسان خليفة الله، لأن الله عز وجل كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، والخليفة يكون لمن مات أو غاب من البشر، وأما رب العالمين فهو حي لا يموت وهو شهيد على كل نفس لا يغيب ولا يموت، وإنما الخلافة تكون لميت أو غائب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء المسألة هي الطلب، والعبادة هو أن يعبد الله، وسميت مسألة لأن العبادة متضمنة للطلب، كالذي يصلي يطلب المغفرة ويطلب الرحمة، والذي يتوجه إلى الله بالسؤال يطلب أيضا بلسان حاله وبلسان مقاله، والذي يعبد الله يدعو بلسان حاله وبعبادته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين التوسل البدعي والشرك؟ يقول: ما فهمت الفرق. أحسن الله إليكم. التوسل البدعي هو أن يدعو الله، يقول: يا الله يا غفور يا رحيم، ثم يتوسل إليه بوسيلة غير مشروعة، هذا بدعي. وأما التوسل الشركي هو أن يدعو المخلوق، يقول: يا فلان افعل لي كذا وكذا، فهذا ليس بتوسل صحيح، لكنهم يسمونه توسل،
فهذا شركي، توسل شركي. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين أن طلب الدعاء من العبد الصالح مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر رضي الله عنه: إذا جاءكم أويس فسألوه وفسألوا أن يستغفر الله لك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأمر إلا بخير، أم أن هذا من باب سد الذريعة؟ هذا ليس من باب الطلب للدعاء لحصول الأجر، ولكن بباب نزلة ذلك الرجل الصالح أويس القرني. ولهذا لو كان هذا هو المقصود لما طلب من الفاضل أن يطلب من المفضول، وأويس معروف أنه دون عمر، ولو كان هذا أراده النبي صلى الله عليه وسلم لطلب منهم أن يطلبوا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فدل على أن هذا إنما يراد به معرفة منزلة هذا العبد وأنه من عباد الله الصالحين. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الأسئلة عبر الشبكة. هذا السائل يقول: ما حكم حضور المرأة لحلقات التحفيظ ومجالس العلم متزينة بزينة الوجه وصباغة الأظفار وما إلى ذلك؟ قلوا ما نصيحتكم لهم جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها مع ظهور الزينة عليها، وإنما تخرج في غير زينة، ولا تتطيب ولا تظهر شيئا من زينتها، وإذا خرجت بهذا فتكون آثمة، فبقاؤها في بيتها تسمع الدروس عن طريق هذه الوسائل خير من أن تخرج بهذه الزينة. نعم. صلى إليكم. سؤال آخر عبر الشبكة يقول السائل: هل الشرك الأصغر يغفر أم لا؟ سبق أن نبهنا على هذه المسألة، والشرك الأصغر مختلف فيه، هل هو داخل في عموم الشرك الذي قال الله عز وجل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو أنه داخل في عموم ما دونه في قوله يغفر ما دون ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال آخر يقول السائل: سيارة تم تداولها بيعا وشراء من عدد من الناس، يقول: وكنت آخر من اشتراها ثم بعتها على آخر، وبعد أيام علمت أن بها مشكلة وهي أن عدادها قد أحدث فيه تغيير، يقول: فهل يلزمني إخبار من بعته وبالتالي أتحمل الخسارة جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا من البيان، البيعان إذا بينا بورك لهما في بيعهم، فيجب عليه إذا عرف عيبا أن يبينه لمن باعه، والصحيح أنه إذا وجد نقص أنه يرجع للأول الذي أحدث هذا الحدث، وإذا كان فعله عن قصد أنه يرجع إليه بفرق القيمة، وكل من يأخذ حقه بعد ذلك. نعم. أحسن إليكم. السؤال يقول السائل: يقول: جئت لأداء العمرة، وكان من المفروض أن أنزل إلى جدة ثم إلى مكة، يقول: بذلك لبست الإحرام، يقول: ثم تغير البرنامج وقدمنا المدينة وخلعت الإحرام، فما الواجب عليه؟ أحسن الله إليكم. الواجب أن ترجع إلى إحرامك، لأن بعض الإخوة يظن أنه إذا خلع الإحرام انتهى من النسك، هذا غير صحيح، أنت محرم الآن، وفعلك هذا الذي فعلت بجهل، فإذا لم يحصل جماع نسأل الله أن يعفو عن لبس المخيط وما وقع من الجهل بهذا، فارجع إلى إحرامك وأنت محرم الآن، تبقى على إحرامك حتى تقضي هذه العمرة. أحسن الله إليكم. السائل يقول: والدي عنده خادمات نصارى في البيت، وهو رجل صالح صاحب صيام وقيام بالليل، يقول: لكنه يضع لهن الدش ويسمح لهن بمتابعة الأفلام ويأخذهن إلى الكنيسة لإقامة شعائرهن، مع أن نيته طيبة وهو يعتبرهن مغتربات فيعطف عليهن، ما حكم ذلك حفظكم الله؟ هذا ما ينبغي، إن كان صالح فهو جاهل، يعني هو ما ذكر من قيام الليل وهذا إن شاء الله دليل صلاح، لكن هذا جاهل، ينبغي له أن يدعوهن إلى الإسلام، لا يعينهن على الشرك وعلى الذهاب إلى الكنيسة، وإنما الواجب هو أن يدعو يعني هؤلاء النساء بعد أن عملنا عنده يحسن إليهن بدعوتهن إلى الإسلام، وإذا ذهبنهن وكان هذا من الشرط عليه في العقد فليس له حق المنع، لكن ليس له أن يعين النصراني ولا المشرك أن يذهب إلى ما كان عبادته فيشرك مع الله عز وجل. نعم. السلام عليكم. هذا سؤال بالأمس كان آخر سؤال، يقول السائل: إذا منع الزوج زوجته من الذهاب لأمها أو مخالفتها في شيء، قال بعض العلماء تطيع زوجها والإثم عليه، يقول: فهل هذا الكلام صحيح؟
هذا فيه تفصيل، إذا منعها بحق فنعله ذلك.